النهاردة هشرح لكم بالتفصيل المطبخ، ايه هو خشب المطبخ من الظرف والعلب. العلب معروفة هي كونتر، واحسن حاجة هي الكونتر لانه بيكون مقاوم للمية وبتكون جودته عالية وكويسة جدا. بعد كده عندنا الظرف، ودي بيكون فيها ثلاث انواع، يا اما خشب طبيعي، يا اما الومنيا او الوميتال، او خشب صناعي. هنمسك حته حته وهشرحها لكم. اول حاجه الخشب الطبيعي. الخشب الطبيعي زمان احنا ما كناش نعرف غير ثلاث انواع، ثلاثه كان عندنا: الخشب القرو والزان والكونتر. القرو ممكن جدا يكون هو قشر قرو، لكن الحشو كونتر، لكن لما بيكون كله قرو بيكون غالي جدا. بعد كده عندنا الزان، برضو ممكن تبقى كله زان، يا اما كونتر وعليه قشرة زان. وبعد كده الكونتر عرفنا ان هو مخصص بس للعلب. انا عندي زان على فكرة كله، وكان من عيوبه ان هو مش بينضف، صعب ان انت تنضفيه. هقولك ايه بقى مميزات وايه عيوب الخشب الطبيعي. مميزاته ان هو سهل التشكيل، ان هو ممكن نديله الوان اللي احنا عايزينه، ان هو بيكون شيك جدا، مش بيبطل خالص، ارقى حاجة موجودة. فدي مميزات الخشب. ايه بقى عيوبه؟ ان هو مادة خام وجيدة للبكتيريا. طبعا احنا عندنا لما مية تدخل فيه بتبقى مشكلة، تنظيفه صعب جدا، حتى لو انت عملتي برضو بخلطات، وانا جربت خلطات كتيرة جدا ان هو ينضف، وبريل وخل ومش عارفة بيكربونات، حاجات كتيرة كده بحاول ان هو ينضف، بس لولا ان انا عندي هو زين، لولا ان هو متحمل اللي انا بعمله ده. بس طبعا ان احنا ننضفه ده بيكون شيء صعب جدا. تالت حاجة ان هو بيكون غالي جدا جدا جدا، يعني التكلفة بتاعته غالية جدا، اغلى من الحاجات الجديدة اللي طالعة. بعد كده عندنا هنمسك الالوميتال او الالمونيا. ايه هو المطبخ الالمونيا؟ المطبخ الالمونيا ده على فكرة عند ماما مثلا من سنة 79-80، كان اول مرة يطلع، وكان معمول ب200 جنيه مثلا. عندنا اربع انواع من الالوميتال او الالمونيا: هو الفضي، الالوان، الخشمونيوم، الاكروميتال. ده رابع نوع. اول حاجة الالمونيا. الالمونيا الفضي ده بيكون سهل جدا التشكيل، بتكون الدرف بتاعته من الفايبر، بيكون سهل جدا ان احنا ننقله من مكان لمكان، لان هي وحدات انت ممكن تقسميها، ممكن تغيري شكل التقسيمه كلها، فبيبقى سهل جدا ان احنا نغير اي شكل النقطعات. بعد كده عندنا الخشمونيوم، وده قريب جدا جدا للخشب الطبيعي لونه، ومقاوم للبكتيريا. وبعد كده عندنا الاكروميتال، وبرده بيكون مقاوم للبكتيريا وشكله قريب جدا برضو من الخشب الطبيعي. عندنا الخشب الصناعي، هو سبع انواع. اول حاجة الاكليريك. الاكليريك هو بيكون كويس جدا، لمعانه حلو قوي، بيكون في منه اشكال كتيرة وحلوة جدا، بس فيه عيبين. اول حاجة ان هو بيبصم بسرعة، ان هو سهل الخدش، ولما نعالج الخدش لازم نغير الضرفة كلها. بعد كده عندنا البوليليك، وده من افضل الانواع الموجودة لانه بيستحمل الخدش بنسبة 99%، بيكون سهل التنظيف، بيقاوم الحرارة او بيستحمل حرارة عالية، في نفس الوقت مش بيكون بكتيريا، واخد شهادة ايزو. عندنا بعد كده البي في سي، هو مقاوم للحرارة، مقاوم للرطوبة، برضو هو سهل الخدش، ودي من عيوبه، بس هو الوانه كتيرة جدا وسهل التشكيل. عندنا لامي جلوس، هو بيكون في اشكال كتيرة جدا، وبرضو قوة التحمل بتاعته عالية جدا، ومقاوم للرطوبة والمية، فبيكون كويس جدا. في جلوس ماكس بس ما ننصحش بيه لان هو بيغير مع الوقت. بعد كده عندنا الاتش بي ال، بيكون سهل الخدش، دي عيوبه، لكن هو الوحيد اللي بيكون مط، بيكون في منه اشكال كتيرة جدا، بيكون مقاوم للبكتيريا. اخر حاجة معانا وهو الكلادينج. الكلادينج ده احدث حاجة نزلت، بيكون شيك جدا جدا، مناسب لكل الاذواق وكل المساحات، مقاوم للبكتيريا، سهل التنظيف، في مميزات كتيرة جدا، لكن هو عنده عيبين: انه غالي قوي قوي، وتاني حاجة لو اتخدش بيبقى صعب علاجه جدا. وبكده خلصتلك كل خشب المطبخ. لو عايزة اي حاجة اكتبيلي في الكومنت. باي باي.